انه شلون تسلم الاسايمنت، وواحد موجه للتدريس شلون يعدي الاسايمنت. اكو فرق بين هذا وهذا، هذا تخص الطالب شلون يسوي، سوى اد سبمشن، وهنا نبي يسوي ايديت. هذا ما كتبه وحب يضيف له مثل ما وضح لها الاستاذ بهالشكل هذا. طبعا حتى ممكن يضيف صوره ما دام ظهر لهذا الاتش تي ام ال ايديتور. اساتذه واضحه عندكم بالاخير يمكن شويه واضحه؟ جيد. سبمت خلص، كمل كل شيء، بعد ما عنده شيء ما عنده اي تعديل سبمت اكثر. كونتينيو. حتى يقول له ما في اي تونايت اني مور تشينج، انت راح تسلم خلص انتهى. هاي سلمت اليوم كتدريسي. هذا مو انا منطيه اصلا هناك. بالاعدادات انت تقدر تتحكم، الطالب يقدر لو ما يقدر. يعني حتى يسوي سبمت، حتى يسوي سبمت عنده فقرتين، اول وحده اد سبمت كتب، والسبمت الثانيه هذه تنهي، بس الاولى انت ممكن تسوي اديت يوم يومين ثلاثه، عندك الى غايه شنو؟ ما ينتهي الوقت اللي هو كان يومين و13 ساعه. بس بمجرد سوى سبمت هذه الفقره خاصه بالاعداد، انا اللي سويته الاعداد. هسه نرجع للفيدباك، هسه دا ارجع لكم اساتذه ليش طلعت لنا بهالطريقه هذه؟ اكو اعداد هنا بالسبمشن تايب، هذا ريكواير ستودنت كليك سبمت بوتن. يعني انا من انطيتها يس لازم الطالب يسوي لي سبمت يلا يجيني. خلال هذه الفتره ما يسوي سبمت، شو يصير؟ كل فترة التعديلات ممكن يسوي تعديل حتى إذا كان ملف، كليك ديليت، كليك العفو أبلود على الملف الجديد. واضحة يا أساتذة؟ إذا سويتها نو؟ لا إذا رفعت. إي. بس ما سوى سبمت. ما سوى سبمت. إلا من ينتهي إلا من ينتهي الوقت يلا يجيني. أنا هو لازم أجربهم، بس هم ما دام يخلوها باي ديفولت نو انا صراحة اشوف ديسبلاي. راح ارجع كطالب هنا اتوقع راح يظهر لي لا طالب، هذا طالب هنا. بس اسوي ريفرنس راح يظهر لي اتوقع اذا انطيتها نو انت بما انت مجرد سويت اد سبمشن كتبت التكست الرفع، كل ما تسوي اديت عليه راح يتغير، انتهى الوقت خلاص تسلم الاجابه. هاي واحد. بس الاعداد الاول انا افضل ليش طالب هو يسوي سبمت، هو يرفع الملف مالته هو يسوي سبمت، هذه تعطي امكانيه التعديل، واللي يسلم بعد ما يرجع خلص. بالضبط الطريقه الاولى هاي من هذه تعيد سبمشن، ما دام اكو عندك بعد وقت انت بامكانك تعدل. هذه اذا حبيت تستخدمها ليش؟ حتى خاف طالب ما يسوي سبمت يجيني ما يجيني، هو خلاص رفع الملف مالته يريد يعدل خليه يدخل يعدل، ما يريد يعدل خلاص يبقى على اول سبمت وانا توصلني كل الواجبات اللي موجوده. واضح يا اساتذه؟ هناك تدريس شنو اللي اجاني؟ اللي اجاني هم البارتيسبنت اثنين، يعني اكو اثنين عندي يوزر بهذا المقرر الدراسي. سبمت ايش قد؟ اكو واحد، والنيد جريدنج اكو يعني يحتاجون درجه هم واحد. طبعا من تصحح هذا الرقم شنو؟ يبدي يقل. طيب فيو اول سبمشن جاني بهالطريقة، هذا الطالب اللي اسمه فيك يوزر سمي الله سبمت، سبمت فور جريدنج، هنا تعطي درجة، هنا حتى ممكن نسوي له اديت للجريد بعدين، حتى يزيد شكل الاونلاين تيست هنا. خلص انت هنا بامكانك تفلتر اذا كانوا فد 100-150 طالب وصحح الجزء وجزء بقى بعده، فبامكانك تفلتر شنو اللي تريده يظهر لك، اللي سويت لهم سبمتيد لو العفو اللي ريكواير جريدنج، حتى كل ما صحح ذولا يختفون. كتدريسي اتكلم، كتدريسي انت شنو اللي تريد يظهر لك؟ لو الكل. طيب بس هذا محتاج درجه جريد من 10 لقد راح تنطي؟ راح تنطي مثلا 8
هذا الحل ممكن. يعني انا سويت اكو سطر سويته دليل العافية. لا ما ممكن هذا الحل ماشي. حتى ممكن تنتهي كومنت عليه. سيف. واضح شلون بتظهر؟ من انا انطلق عليك. سيف. حتى اكو اشاره يقول له نوتيفاي ستودنت. هذه من ينصب التطبيق مال الموديل؟ بكتب موبايله. مباشرة راح يجي اشعار. كذلك التدريسي، التدريسي من ينصبه موبايله؟ طبعا اللي ان شاء الله نهاية المحاضرة راح نتكلم عن التطبيق. التطبيق يعني فور ليرنينج، يعني للتعليم مو للإدارة. يعني من تيجي تضيف اسايمنت أو امتحان ما تستخدم التطبيق. ترجع للمتصفح الويب. إشعارات وينطيك تواصل ويا الطالب. يعني ما تقدر من خلال التطبيق أنت تروح تضيف امتحان وتصحح وكذا، لا، بس ممكن تستعرض الامتحان، ممكن تستعرض النتائج إيه، بس ما ممكن تضيف بيه امتحان وما ممكن تضيف بيه اسايمنت. بس الطالب ممكن يضيف بيه الإجابة مالته، حتى عن طريق ممكن يصورها يطلق لها صورة ويمكن يبزنها ثابت فايل. هسه راح نرجع هذا الأول. زين راح اسوي واحد ثاني هسه اسايمنت، راح اسميه واجب بيت 2. واجب بيت 2 اكو مشكلة يعني قصدك بالشبكة؟ اي ممكن ممكن. بس هي هنا هذه المشاكل اللي عندنا هنا بالقاعة هي جاية من بروكسي ومو بروكسي وشبكة ولا. أنا أشوف الأمور طبيعية هي بالبيت لأنه ما يطلب بك الإشارة، بس ننطي الخطوات الصحيحة. بعدين أنا سألت أي موقع راح تدخل له، من تصير المشكلة أكيد راح أسوي ريفرش. يعني مو شيء صعب صح؟ ما راح يقول من عندنا وكأنه شغل بيرفكت 100% تنطهي، يعني لأنه مجرد تطلع بيه سلبية إذا كان ما حاب الموضوع يقول لك هذا ما بس هو إذا كان جاي صدق قلبي يطبق راح يظهر يعني يتعلمها بنفسه. العفو هسه شنو راح نطبق الطريقة الثانية اللي هي أنت تسلم الواجب البيتي على شكل ملف يعدل على الملف أو ينطيك ملف آخر، بس أنت يعني مو حاب تكتب له، أنت مو حاب تكتب له، فهذه الأديشنال فايل هي اللي خاصة بمن؟ بالأسايمنت. أنا تشلبت بهذا التكست. عادي؟ كله زين. هذا مال اللجان اللي مشارك فيها عاد. هذا الفايل اللي خاص العفو بالاسايمنت. طبعا انت بامكانك تخلي الوقت مفتوح يعني مو شرط. يعني شو وقت ما يسلم يسلم. او لا نحددها بوقت. حتى نحددها بفترة. طبعا ما ممكن هذا التاريخ يصير اقل من هذا. هذا يكون يوم 21 وبعد يوم 23 ما تستلم. طيب هذا النوع مالته يكون عبارة عن فايل سبمشن. هاي رقم واحد. التايب سبمشن راح يكون عن طريق فايل. هاي رقم واحد. رقم اثنين. الماكسيمم نمبر اوف ابلودد فايل. هذه جدا مهمة. شو وقت؟ انت شقد تسمح له يسوي ابلود. يعني انت طلبت من عنده تقرير، هذا التقرير سواه عن طريق وورد. صار عن ملف واحد رفع لك اياه. بعض الاحيان هو ما عنده امكانيه ولا عنده حاسبه يقعد يكتب وورد. كتب لك اياه بخط اليد وصوره. فراح ترفع صوره واحده وبقيه الصور ماكو. اكو حلين، الاول انه انت ممكن شنو؟ تزيد له هذا الرقم. خلي هي 10 الماكسيمم ابلود نمبر فايل. او هو الطالب اذا كان شويه عنده معرفه باستخدام الحاسبه ينزل هاي الصور بالحاسبه مالته ويضغطها كلها عباره عن ملف واحد تصير رار او زد اي بي ويرفع لك اياها. تمام؟ او هذه الصور كلها ممكن يحولها بي دي اف. فكلها ممكنه. او لا مرات هذه تستخدمها انت يعني اجبارا لازم يكون ملف واحد. اجبارا ملف واحد يكون. كل الاحتمالات ممكن يعني. هذه الاكتيفيتي ابلود ليمت ايش قد؟ 1 ميجا
هذا يمكن اكثر شيء ممكن يمكن اياه، واكو بعد اعداد داخل الموقع ممكن رفعه. طبعا واحد ما يقدر كلش هوايه على ملفات اسايمنت لانه ما تاخذ ولا الكيلوات. اكيد بس احنا هذا اخر احتمال نتطرق لانه يرفع صوره عن طريق موبايل. بس هم تعبر يعني ما تعبر واحد منهم. هذا الاعداد هو نفسه احنا نغيره بالموقع، هذا الرقم يزيد. احنا عندنا الحد ال 512 ميجا بير فايل، يعني الفايل الواحد هو رقم كلش كبير طبعا نص جيجا، بس ممكن نغيره الواحد ميجا ممكن يسويه في 10 ميجا مناسب راح يكون. هذا السمشن ايضا اتفقنا عليها، اذا سويتها نو الى ان ينتهي الوقت هو راح يسلم. جريد راح تنطي بوينت جريد 10 50 30 20 انت بدك حاب تنطي. طبعا اساتذه هذه الدرجه اللي تنطيها للاسايمنت لو كان المقرر الدراسي مالتك نموذجي وانت مقسمه على 800 درجه هذه العشرة راح تستقطع من عنده. يعني اذا سويت امتحان من 30 وهذا عليه 10 راح يصير مجموعه 40 وتمتحنا بالورقه 60 صارت 100 درجه. يعني هاي الدرجه مو اعتباطا نضيفها من يمنا، واضح؟ يعني انت تقول له هذا الاسايمنت عليه 5 درجات راح ياكل 5 درجات، وانت مسوي الامتحان من 15 صارت 20، هاي ال 20 تؤخذ تحسب. يعني ما اريد تنطي انت اي درجه، لا تنطي اي درجه، بس خلي مجرد يسلم واجب بيت. بعض الاساتذه حتى ممكن يستخدمها كطريقه حتى بس يستلم بها الواجبات من الطلبه، مو شرط انا هسه ما وافقت كليتي انا يعني الدرجات تنحسب من المودول وكذا وكذا وصار. بس انت ليش واحد يزدك على ايميل، واحد يزدك فيسبوك، واحد دز، واحد ما دز، سوي الاسايمنت. حتى طريقه تصحيحك الها سهله، طريقه التصحيح الها سهله، انت تعطي درجه مباشره راح ترجع للطالب، مو تقعد تصحح وتسجل بالاوراق وتروح تعلنها وهذا الطالب وصلته ما وصلته خلاص. بما انه قررنا نستخدم نظام تعليم الكتروني لازم نستخدم اكثر ما موجود من عنده من خصائص كله ممكن يضغط كل نرار ويرفع. ممكن انت بعد ما صار عندك ملف مضغوط بعد ايش تقدر تسوي؟ سوي سيف اند ريتيرن واجب بيت اثنين. شوف اساتذه الملف التكست اللي رفعته اول واحد راح يظهر بدايه الاسايمنت. عندي اثنين طلاب، ما عندي ولا سبمت وما عندي ولا واحد محتاج تصحيح، وباقي لي 13 ساعة و7 دقائق. هناك طالب داخل المقرر الدراسي واجب بيت اثنين، شنو مطلوب من عندي؟ اليوم انطاني الاستاذ هذا الواجب، طبعا الكليك راح يصير داونلود، ممكن اوبن طبعا لين تكست ممكن سيف. خلاص رحت قريته، اكتب لي تقرير اليوم عن معالجات مال حاسبات مثلا. راح تقعد تروح تعد التقرير ممكن انت وصاحبك وكذا وتجي تسلم لنا. يعني زين هذا سبمشن. شوف طريقه التسليم شلون راح تظهر، مو صعبه يعني، هي متعارفه اصلا عندنا. يعني هالشكل هذا راح يظهر عندك بكل مكان انت تضيف بيه فايل، وبنفس الطريقه هذا التكست او وورد او باوربوينت او كيف ما تفهم يعني. وهذا مالتي تسليم الواجب، واجب راد سو كان خلص. يبي يسوي، انا طالب هسه سلمت اكو عندي تحديث؟ اي عندي تحديث، هذا اللي سلمته شويه اكو صوره لازم اضيف لي اياها او تعديل عليه ايديت، كليك عليه ديليت واجي ارفع الجديد هذا. نعم مال الاسايمنت قصدك؟ ايه هسه مو راح التصحيح الالكتروني مو
هو التدريسي بكل الاحوال الالكتروني ولا اعتيادي، هو راح يطلع على كل التقارير اللي موجوده. هسه راح نشوفها هاي وين اكو كانت مارك طيب الدرجه نسوي عادي وصلت، يمكن كنت بسوي تطبيق او فد شيء هنا. اي هسه راح نتعرف عليه. سيف تشينج هاي بعد التعديل كتدريسي هنا أنا مجرد اسوي رفرش اجاني عندي واحد سبمت وواحد شنو محتاج تصحيح. فيو اول سبمشن اجاني هذا الطالب ايميل ما اعرف شنو كذا جريد، بس وين الواجب مالته؟ هذا راح يظهر لي بهالطريقه، هاي الفايل سبمشن هاي كليك هنا انا كتدريسي نزلته، اروح اقراه هذا الواجب مالته والله هذا يستحق 10 وش كافي جريد. لاحظت وين استاذ؟ هنا هم يظهر لك طبعا اذا سويت جريد، ممكن تنطي هنا في الكومنت ممتاز، وممكن تنطي من 10 10 سيف نوتيفاي ستودنت، راح يجي اشعار للطالب تم تصحيح الدرجه. ريفرش جريدد يعني تم تصحيحها، بس الدرجه وينها؟ اتوقع لانه بعد ما ننتهي بامكانه يعدل او ما يعدل. هنا بس لحظه واحده انا داخل طالب هنا استاذ. اي بس لحظه واحده يقدر يسوي تغيير ما دام اكو وقت خاص يتغير. اي هذا طالب هذا طالب هذا الفيدباك مالته 10 من 10 واضحه، حتى منطيني كومنت عليها الاستاذ كاتب لي ممتاز. مرور الوقت ان شاء الله احنا هذه اكو شغلات حتى ممكن نطبقها اول مره، بس انت مرور الوقت اذا من تستخدمها راح تبدي الصوره تكون كلش مالوفه، حتى مكاناتك يعني حفظناها وين نروح عليها. فهذه حاله الواجب البيتي، شو وقت سلمته، شو وقت انتهى الوقت، سلم لو ما تسلم، تصحح لو ما تصحح. الفيدباك اللي جاك جد طاق درجه 10 منو صححت بواسطه الاستاذ الفلاني، شو وقت تصححت بالتاريخ الفلاني، و حتى الكومنت اللي منطقك اياه الاستاذ ممكن تتعلق بهذا المكان. اسف العفو. هسه راح نجربه هاي بس ويا البي دي اف يستخدمه. هسه هناك طالب اسوي ايديت للسبمشن مالتي، هذا راح امسحه، هذا البي دي اف. هنا انا دا يعترض على الحجم، بيقول الماكسيمم نمبر اللي انت منطيه 1 ميجا وهذا الحجم مالته تقريبا 2 ميجا، فهي بيها وبليها. خلي نروح نعدل بس خلي اتذكر سايت بالبلوجن بالاكتيفيتي موديل بالاسايمنت اسايمنت سيتنج يعني شويه ما حجيت، هي يعني خاصه بالاداره بس ما اعرف اذا اعيدها ارجع لها ان شاء الله، بس حتى نشوف منين نغيرها لان راح تحتاجوها بمواقعكم. باي ديفولت هو ينطيني 1 ميجا فير فايل بالنسبه للاسايمنت، راح اشرح شلون تقدر تغير هاي الواحد ميجا باي ديفولت حتى تصير بكل الاسايمنتات بكل المقررات الدراسيه، بس تابع وياي. سايت ادمنستريشن سايت
administration إدارة الموقع plugin بالplugin عنده الactivity module هي الassignment والquiz لأن كل activity بالactivity module راح تظهر عندي شنو كل الactivity اللي أقدر أضيفها اللي أقدر أسوي لها إعدادات واحدة من عندهم اللي هي الassignment من الassignment شنو عندي السبمشن بلجن مانج او فايل او اونلاين انت وين محتاج تسوي تعديل بالفايل سبمشن حتى تزيد حجم الفايل فايل سبمشن راح تظهر لك الاعدادات اللي خاصه به منطيني شنو الماكسيمم سبمشن سايز 1 ميجا بايت انت ايش قدر تخليها عندنا لحد 512 هذا ما يسمح به السيرفر مالتنا يعني هذا الاعداد بالسيرفر احنا نخليه حتى وضع فانت 10 ميجا كلش كافي 10 ميجا كلش كافي بير فايل طبعا 10 ميجا وسيف تشينج اعيدها الفايل هو فايل عندك العفو انت للاسايمنت لانه اذا صارت عندك رفعت 1.10 خلص وصلت للليمت نعم لا لا ما يتقبل هي كلها 10 الحجم الكلي 10 راح اعيد من السايت ادمنستريشن انت وين ما كنت حتى بالمقرر هذا المانجر مال الموقع حضراتكم يعني انت اذا سويتيها مره واحده راح تصير لكل الموقع فحتى لو كنت داخل المقر لا لا ما يقدر يتحكم لأنه ما يتحكم به التدريس هاي مو للتدريس للمانجر والادمنستريشن فوين ما كنت موجود اكو عندك نهايه الصفحه هذه تظهر صح كورس بس اكو جواها شنو سايت ادمنستريشن نروح على بلجن اكتيفيتي موديول الاسايمنت السبمت العفو سبمت بلجن الفايل سبمت هذه الاعدادات ممكن تغير بيها الماكسيمم سبمشن سايز مكان ما كانت العقد واحد ستاندرد كلش كافي وزايدة حتى نعم اي صارت 20 هسه كطالب اذا تلاحظون قبل ما اسوي ريفرش هنا انا قايل لي ترى الماكسيمم عندك ايش قد 1 ميجا بس النمبر مال الفايلات 10 يعني ممكن ترفع 3 4 مجموعهم ايش قد يصير 20 ميجا صراحه يعني هسه بس مجرد ريفرش راح يصير 20 ميجا قد صارت ليش بعداد الاسايمنت نفسه انت سويتها للموقع كله بس تجي للاسايمنت بالاديت سيتنج عندي بالفايل هذه العشرة ميجا هي الظاهر بقت على 10 نعم سبمشن سايز ماكسيمم سبمشن سايز ماكسيمم سبمشن سايز لا هي نفسها دكتور بس اكو شغله عرفت وين بس اكو شغله واحده اتوقع هي هنا أنا بس راح اتاكد من عندها اساتذه انت ما
وهي كومة شغلات يعني واحدة مرتبطة بواحدة بس تكون نتذكرها. احنا نسوي assignment وين داخل وين؟ مو داخل المقرر الدراسي؟ الassignment دي limit size كان واحد، رحنا على الassignment من الموقع سويناه 20 صح؟ المقرر الدراسي نفسه بي limit size، المقرر الدراسي بي limit، فاحنا مسويه باي ديفولت 10. ما سويت الassignment هناك، هنا ما يتقبل. ليش؟ يعني يرجع للاصل مالته صح؟ فلازم هذا نسوي 20 اقل شيء حتى يتقبل وين؟ بالassignment 10 ميجا. واضح؟ بس اعيدها. هذا مندوبين استاذ ما له علاقه، بس هذه هم يقدر يقتلها الاستاذ ما دام عنده. هذا يقدر يغيرها الاستاذ اي عنده براحته، ما دام عنده كنترول على المقرر الدراسي يقدر يرفع حجم الليمت سايز. بس واضحه يا اساتذه هذه صارت؟ يعني قصدك ايش قد عندنا داتا ستورج؟ هو ليش مسويها باي ديفولت 1 ميجا؟ يعني نعطيك مجال حتى تؤدي العمل اللي عليك. يعني انت تريد تشتغل او ما تريد تشتغل، اذا هيك نشتغل اون لاين تكست او نخليها 1 ميجا او نجبر الطالب يسوي لنا ملفات وورد وانتهى الموضوع. اذا خليناه يسويها ملفات وورد، فملف الوورد يعني ما يتعدى التقرير ايش قد 10 20 50 كيلو 100 كيلو، ما راح يوصل ال 1 ميجا. كلامك صحيح، تقول انا اذا خليتها 20 ميجا وطلبت منهم اسايمنت، يعني هذا بس يصور بالموبايل ثلاث صور 30 ميجا 20 ميجا يرفعها في 100 طالب، هاي صارت 200 ميجا صح؟ بس هذه خلي بالبدايه، خلي يشتغل الطلاب، اخذ من عندهم اول مره صور بس خلي يجي، احنا مو نريد نسوق شغلنا. اذا من البدايه طلبت من عنده الا وورد والا 1 ميجا والا تسلمني اياه من نوع فايل، ما يشتغل لك يا الطالب. بس انت قول له تقدر تسوي اونلاين تكست وعندك مو بس وورد، طق لها صوره ودز لي اياها، جيبها اول مره. بس بالمره الثانيه قول له هالمره تعذرني، اول مره تقبلتها من عندك، بس مره ثانيه لازم تسوي، لازم تتعلم بالضبط. تويتر بس هو كل الماضي خلال 5 سنين ما وصل يعني لا يعني اكثر. بس القصد يعني هو ملاحظتك مهمه وصحيحه جدا، ولذلك هم مسوين هالاجراء انه باي ديفولت 1 ميجا يشوفها جدا مناسبه. بس احنا تريد ترفع موجوده وتعلمنا شلون نزيدها. اما بقى هذه ليش 10 وليش 20؟ فحلقه الوصل اللي تربط هي المقرر الدراسي نفسه، ترفع لل 20 يلا يستقبل. نعم مو بس يجي، حتى هسه بالتصحيح راح نشوفه شلون راح يظهر. اساتذه هسه هذه تغيرت ال 20 ميجا، صارت واضحه. وهنا المفروض ريفرش راح تجيني 20 ميجا بالضبط، اجتني وعندي الفايل نمبر هو 10. واضح؟ زين هسه هذا هنا ايديت، هذا ديليت انا ما احتاجه، اريد اجيب ملف في البي دي اف اللي هو هذا راح ارفعه. طبعا هذه 2 ميجا وشويه بي دي اف كلش كبيره، كلش كبيره سيف تشينج، الا اذا البي دي اف كان يحتوي على صور، اي الا اذا كان يحتوي على صور راح يزيد حجمه. نجي هنا نشوف شو راح يظل التدريسي. كل ما يسوي الطالب ابديت راح يقول لك هذا نيد جريدنج، كل ما الطالب يحدث الواجب مالته راح يطلب من عندك تصحيح، لان انت صححت على القديم. فيو اوف سبمشن جريد هذا المقال جريد